السلام عليكم، مبروك عواشركم ورمضان مبارك كريم. ورحنا كنصوموا رمضان في واحد الاجواء زوينه ومبرعه، والعواصر ديال الليمون موجودين، كلشي موجود. واخا شويه ديال الغلا، المواطنين المساكن تيحاولوا باش يتسانسوا مع هذا الغلا وهكاك، ولا ماشي مشكل، هذا هو اللي كاين. راه ضروري الحياه كتبدل، تكون ما كتستسلمش وتكون واحد الانسان اللي راه قوي، واخا يطراو لك بروبليمات في الحياه، واخا تسقط تعاول باش تعاود تنوض توقف على رجليك. والحمد لله ما خلينا، بعنا في كريصه، بعنا بائعين متجولين، بعنا فادا. ولكن واخا هكاك، رغم ذلك، واخا تيوقعوا لنا مشاكل، واخا هادي تنحاولوا باش نعاودوا نوقفوا على رجلينا. وهذه الرساله هادي كنوجهها للشباب اللي عاطل على الخدمه، ما يبقاش عاطل على الخدمه، ينوض يدير شي حاجه، يمشي يجي، واخا يبدا ب 10000 ريال. والنفسيه ديالو كتبرالو مع البيع والشراء ومع الخدمه، وتيحاول باش يكون عنده افق ان شاء الله في المستقبل ديالو. وهذا هو اللي كاين، ما يمكنش غادي تجي وغادي دير مشروع بحال هكا الا وتمرم واحد المشاكل اقتصاديه ومعنويه، وخاصك تصبر. لملياردير ديال العالم ما يمكنش يجاو ولاو ملياردير، على كانوا ما تعذبوش وما تمحنوش وبزاف ديال الادب. اخويا الادب راه لا، الادب ما كاينش مع سيدي ربي الحبيب. الادب هو تنطلب الله سبحانه وتعالى يسهل، وكنديروا السباب وكنتكلوا على الله، وربي تيكمل علينا بخير. وهذا الشيء اللي كاين، وكنقولوا للزبناء الكرام ديالنا اللي كيجيو لهذا المحل هذا ديال كمال ديال العصير، مرحبا بهم في اي وقت. ومور رمضان ان شاء الله راه غنستعدوا باش كلشي يكون بخير وكلشي يكون على خير. وهذا هو اللي كاين اخويا. التفكير راه حاجه باينه. كنا كنبيعوا الديسير بالكيلو، فكرنا فاش نبيعوه مدقوق، ولينا كنبيعوه مطحون. ما لقينا حتى شي صعوبات، الحمد لله اخويا. الصعوبه اللي ما كاينش الصعوبه، بنادم يتكل على الله وما يكون غير خير عند الله وصافي. وهذا الشيء اللي كاين. وكنشكروك على هذه الزياره، وكنشكروا هذه القناه ديال اشواقع. الشباب نقولوا له هو يتحلى بالصبر وتكون العزيمه قويه ويخدم على راسه، وربي راه ما يضيعش اي واحد. واللي بغى عصير ديال الليمون مرحبا به، واللي بغى عصير لافوكا مرحبا به. وهذا الشيء هو اللي كاين، وهو البلا اللي اللي اللي, اللي ما تيبغيش يتنسى ليه. هو حياتي دوزتها كامله فرص، وتيوقعوا لي مشاكل بحال مثلا تنكون عندي مثلا البيع والشراء كبير وخدام وتندير فاي، ولكن واخا هكاك ما كنستسلمش وكنعاود نبدا من جديد، وربي تيعاود يجيب التيسير. وهذا هو اللي كاين حبيبي. انا كان الشباب دابا اللي تيكون عندهم مشاريع كبيره وتيديروا فاي وتيسقطوا، تيحاولوا كيمرضوا امراض نفسانيه. ولكن تنقول داك الشيء الا كان مشى لك ما تخنت ما والو، بالامكان ديالك تعاود تاسس المشروع ديالك كيف ما هو، ويعاود يكون عندك داك الشيء اكثر من اللي كان عندك. وهذا هو اللي كاين، وتنشكركم بزاف. قناه اشواقع. اشترك الان في قناه اشواقع تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.